السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده انا معاكم على الهواء وهنكون مع بعض لمده ساعه ان شاء الله. هنعمل فيها وصفات لذيذه ان شاء الله هتعجبكم وجديده، فيها افكار كده جديده ان شاء الله برضو تنبسطوا منها. وكمان عايزاكم تدخلوا على صفحه البرنامج اللي هي زعفران وفانيلا على الفيسبوك، هتلاقوا فيه بوست اكتبوا لي فيه كل تعليقاتكم وان شاء الله هنتواصل مع بعض طول الحلقه. كل ما بيكون في وقت فاضي هبص على الكومنتات بتاعتكم وهقراها وهنتفاعل مع بعض زي ما احنا دايما متعودين نعمل. طيب، اول وصفه هنعملها مع بعض هي بيتزا بس بحشوه البرجر. هنعملها ازاي الحشوه بتاعتنا وازاي هنعمل البيتزا وكل الكلام ده؟ بحاجات بسيطة جدا. أول حاجة عايزين العجينة العظيمة بتاعتنا اللي هي عجينة العشر دقايق. دلوقتي هنحاول لكم اللي ما حضروش قبل كده ازاي بتتعمل، هقول لكم ازاي بتتعمل. وعايزين كوباية من الجبنة الموتزاريلا ونص كوباية تقريبا من الجبنة التشيدر، وعايزين ست قطع من الجبنة السلايسز اللي هي بتاعت البرجر دي، وعايزين 150 جرام سلامي، وعايزين 2 كوب مشروم فطر، وعايزين صلصة بيتزا ومعلقة صغيرة من الزعتر، وممكن أي إضافات تانية أنتوا عايزين تحطوها بتقدروا تحطوها. هي بس الفكرة في الطريقة اللي هنعمل بيها البيتزا بتاعتنا. تمام؟ طيب، أول حاجة عايزين نعملها، عايزين اللحمة اللي عندنا ناخد ملح والفلفل، خليهم قدامنا كده ونبتدي نشوف هنعمل ايه. انا عندي هنا كمية اللحمة دي هاخدها، بس هحط لها شوية ملح وفلفل مش اكتر. خلي كده الورقة قدامنا، مش هنحط لها غير بس ملح وفلفل. البرجر اصلا اللي بيتعمل بره ولا بيتحطلوش بصل ولا بيتحطلو بقصومات ولا بيتحطلو الكلام ده خالص. اول ما تحط للبرجر الكلام ده بقت كفتة، فهو البرجر بره لما بيتعمل ما بيتحطلوش ملح وفلفل، ممكن يتحطله مثلا شويه كاتشب او باربيكيو صوص، انما اللي بيحط بقسماط واللي بيحط بيضه واللي بيحط بتطلع طعمها حلو قوي، بس هي بتبقى كفته ما بتبقاش برجر. فهناخد صينيه، هناخد اللحمه اللي عندنا اهي، هحط لها شوية ملح وشوية فلفل مش أكتر من كده، شوية ملح شوية فلفل، تالي الملح قليل شوية، وبعدين هعجنها. وطبعا يفضل يكون فيه شوية، طبعا لو مش عايزين بلاش، بس يعني لما بيكون فيها شوية من الفات أو الدهن تطلع طعمها أحلى. طيب، هناخد البرجر بتاعنا زي ما هو كده هنفرده في الصينية بتاعتنا، هنفرده بالشكل ده وهاخده احطه في الفرن بعد ما افردها كويس علشان خاطر ما تتشققش وهي في الفرن. هنفردها كويس كده، ومعانا ملك. اهلا يا ملك. الو. اهلا اهلا. الو، ازيك يا ملوكة؟ انا ممكن اعمل همبرجر اهو، عملناه وبنعمل لك كمان سندوتشات همبرجر في حلقات تانية. حاضر، من عينيا. طيب، هناخد دلوقتي صينية الكفتة بتاعتنا اهي، هنحطها في الفرن على درجة حرارة 220 في الرف الوسطاني لغاية ما تستوي عندنا وتبقى بالشكل ده. اوكي، كده اول خطوه احنا خلصناها. ادي الكفته عندنا او البرجر بتاعنا عندنا بالشكل اللي انتوا شايفينه بعد ما استوت. طيب، هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ هناخد بقيه المكونات اللي عندنا. عندنا عجينه العشر دقايق معموله وجاهزه اهي، عايزين نجيب ميه، نجيب دقيق، بس لازم دايما بنقول نتاكد من نظافه السطح اللي هنفرد عليه العجينة بتاعتنا، لازم يكون كله مش مبلول ونظيف لان احنا هنحط عليه أكل، فلازم نتأكد انه نظيف، ولازم نتأكد كمان ان النشابة بتاعتنا
دايما 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 اي هنفرد اي حاجه، هنفرد عجين، هنفرد عجين السكر، لازم تبقى حركه اوتوماتيكيه عندنا كده. نجيب الدقيق ونبتدي نفرد العجينه بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه. طيب انا معايا هنا وانا بفرد العجينه هشوف التعليقات بتاعتكم على الموبايل بتاعي. عندنا مين تعليقات هنا؟ يلا نشوف التعليقات. عندنا حنين الحايك عايزه طريقه البتنجان المحشي، في طريقه احنا عملناها في الحلقات الجديده وهتتذاع قريب جدا ان شاء الله. وشكرا يا ساره محمد. وعلي محمد بيقول عايز نعمل اكلات كرديه. طيب عشان يجربوها المصريين. طيب دي فكره حلوه جدا، وانا بحب انك تبعت لي وصفات كرديه حلوه من عندك، وان شاء الله لو طلعت اكيد هتطلع كويسه يعني، فبنعملها في البرنامج. معانا ياسر، اهلا وسهلا. شيف غاده السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا اهلا. معاك شيف ياسر من السعوديه، دايما منوره الدنيا يا رب كده، وشغلك الرائع جميل. شيف ياسر من السعوديه. يا اهلا وسهلا بيك يا شيف، اهلا. انت ليك شكر كبير بجد، من شخصيات كبيره جدا في السعوديه. مش عايز اقول لك كنت في بارت كبير، وامراء وزوجات دبلوماسيين كبار اتكلموا عنك وعن شغلك الرائع الجميل، بحييك بجد يعني. ربنا يخليك يا شيف، الله يسعدك يا رب ويفرحك دايما كده زي ما فرحتني، ربنا يسعدك. لا بجد، وتحيه للسي بي سي سفره اللي هي بتقدم شيفات قويين وبتقدم برامج جميله، بحييهم بجد يعني. تحيه للاداره وللقناه، والتحيه الكبيره ليكي انت على وصفاتك الجميله اللي الناس كلها بتستفاد منها وبيدعوا لك، وكل حاجه انت بتعمليها ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا شيف ياسر، وانا يعني متشكره جدا. وحضرتك شيف طبعا ليك اسم كبير، وانا متابع حضرتك على السوشيال ميديا، وشكرا كتير جدا 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 على تليفونك، وتحيه كبيره ليك، متشكره قوي. طيب هناخد الدقيق اللي عندنا وهنفرده هنا، نفرد العجينة هنا. طبعا العجينة احنا عايزين نقسمها لجزئين، علشان احنا هنعمل جزء هنحط عليه الكفتة بتاعتنا، والجزء التاني هنغطي بيه البرجر بتاعنا اللي هو هيكون تحت. طيب هنفرد العجينة. نفردها على مقاس الصينية بتاعتنا تمام. الوصفة دي لذيذة قوي، وطعمها كده يعني لذيذ وغريب شوية، لأن البرجر جوه وبره. هتشوفوا دلوقتي هنعملها ازاي بطريقة لذيذة. طيب كده احنا عملنا الجزء، بس خليني افردها كمان عشان ما تطلعش تخينة زيادة عن اللزوم. تمام كده. يلا هناخد الصينية هنحط فيها العجينة بتاعتنا. بحاول شوية كده بس ايه اعلي الاطراف. ومعانا نجوى، اهلا يا نجوى. مساء الخير يا مدام. يا مساء الفل، اهلا. الحمد لله بسلامتك. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يسعدك، اهلا وسهلا. يا ساندريلا سي بي سي سفرة. ربنا يخليكي يا ربي، ربنا يخليكي، تسلمي، شكرا، اهلا بيكي. لا بجد دي اقل حاجه ممكن الواحد يقولها لك في الرقه بتاعتك دي، اللي هي برقه ميرفت امين. ربنا يخليكي، تسلمي، شكرا يا حبيبتي، شكرا، ده من ذوقك وعيونك الحلوه. الله يخليكي. مدام غدا انا عايزه اسال حضرتك سؤال. نعم. انا دايما الكيكه الاسفنجيه بتفشل معايا. الايه؟ مش عارفه ليه. الكيكه الاسفنجية بتفشل معايا. ليه بقى؟ انت بتعملي الوصفه انا هقول لك الوصفه، وصفه سهله جدا للكيكه الاسفنجية. بصي، في طريقه بتفصلي فيها البيض وطريقه ما بتفصليش فيها البيض. انا هقول لك الطريقه اللي ما بتفصليش فيها البيض. بتاخدي
خمسة بيض مع كوباية سكر، بتحطيهم في العجانة وبتفضلي تعجني تعجني لغاية ما تلاقي الخليط عندك لونه افتح وبقى على كريمي كده. بعدين عندك بره وطبعا فانيليا معاهم، عندك بره كوباية دقيق، يعني شوفي هي الوصفة ما فيهاش غير خمس بيضات، كوباية سكر، كوباية دقيق وفانيليا. بتاخدي الدقيق وبتحطيه وشوية شوية بتقلبي من فوق لتحت لغاية ما كل الدقيق يختلط مع خليط البيض، وبعدين حطيها في صينية واخبزيها، هتطلع عندك لطيفة جدا. ممكن تضيفي معلقة خل كمان صغيرة مع الفانيليا عشان ما يبقاش في ريحة بيض خالص، فجربيها وقولي لي رأيك. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هناخد شوية كاتشب، شوية البرجر بيتحط له كاتشب، ليه ما نحطش كاتشب؟ هنحط شوية كاتشب، هناخد كاتشب نحطه جوه هنا، تمام؟ كده اهو. وبعدين هاخد، خلوا بالكم البتاعة دي فيها نكهات كتير جدا لذيذة ولايقة على بعضها كلها. هناخد دلوقتي البرجر بتاعنا اللي احنا شويناه العملاق ده، وهنحطه هنا اهو بالشكل ده، تمام؟ هحط عليه من هنا الجبنة بتاعته اللي بتتحط على البرجر جوه. ليه؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هحط انا دلوقتي الجبنة هنا بالشكل ده ونطلع فاصل. في الفاصل انا هحط الجبنة على البرجر عندي كله، ونرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض بقية الوصفات. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي شوفوا انا حطيت الجبنة غطيت بيها البرجر عندنا، دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هناخد العجينة التانية اللي عندنا اللي احنا برضو فردناها، وهناخدها نحطها على البرجر ونغطي بيها البرجر بتاعنا. هناخد شوية مية عشان بس ايه نلزق الاطراف ببعضها. ومعانا خديجة، اهلا يا خديجة، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا خديجة؟ كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا جميلة، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ممكن توطي التلفزيون شوية؟ نعمل التورتة عشان عايز اعمل مفاجأة لماما. حاضر، كمان شوية هنعمل تورتة حلوة هتعجبك. اوكي؟ طيب شوفوا دلوقتي هنقفل العجينة بتاعتنا كويس من الجناب كده، هقفلها كويس. لو حسيناها كبيرة بنقطع شوية علشان ما يبقاش العجين زيادة عن اللزوم. تمام كده اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ شوفوا بقى عندنا عجينة كده بالشكل ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الصوص بتاعت البيتزا بتاعتنا، وهناخدها نحطها على الوش بالشكل ده. دلوقتي احنا هنعمل بيتزا عادية كأننا ولا كأننا حاطين حاجة من تحت، نعمل نفسنا مش واخدين بالنا ان في تحت برجر، وهنعمل عادي خالص بيتزا. عايزين تحطوا ايه فوق بقى؟ اللي انتوا عايزينه. شوفوا عايزين تحطوا ايه وحطوه. هنحط ده كده، هنحط سلامي، بيبروني، تركي، اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه. مشروم. وعايزين نحط كمان جبنة.
شوف العجان فين عشان نسيت اطلبه واقول لهم ان انا عايزاه. عاشور بيصغر طبعا لان نسيت اقول له عايزه العجان. طيب حطينا الاول الشيدر وبعدين هنحط الموتزاريلا. تمام كده. هناخد بقى البيتزا بتاعتنا دي وهحطها في الفرن لغاية ما نلاقيها، يعني عايزة لها تقريبا اقل من تلت ساعة اقل. وانا بصراحة بحب في الاخر خالص كده اعمل ايه، رشة زعتر خفيفة كده. ويلا بينا على الفرن. يلا هنحطها على درجة حرارة 200، درجة حرارة 200 لحد ما تستوي. وزي ما قلنا بتاخد تقريبا أقل من تلت ساعة. خلينا دلوقتي نشوف الوصفة التانية بتاعتنا للنهاردة، بس نشيل الحاجات دي من هنا. هنعمل تاني وصفة لذيذة جدا برضو، وهي وصفة تورتة الفواكه الباردة. ازاي هنعمل الوصفة دي؟ عايزين 400 جرام جبنة كريمي، وعلبة لبن مكثف محلى، عايزين 2 كوب بسكوت شاي مطحون، وواحد كوب كريمة، واتنين معلقة 3 معلقة كبيرة ليمون، وعايزين 3 معلقة كبيرة جوز هند، وعايزين نص كيلو فراولة، وواحد علبة أناناس. ويا إما بتحطوا على الجناب بسكوت الليدي فينجرز اللي هو السافويار، أو بتحطوا شوكولاتة، أي نوع شوكولاتة من الصوابع دي اللي هي بتبقى طويلة، زي ما تحبوا اللي انتوا عايزين تحطوه على الجناب حطوه. أوكي تمام كده. خلينا بقى نجيب العجان. تمام يا عاشور، طلعته كويس عادي اهو، مش قصة يعني. طيب يلا بينا. اول حاجة عايزين الجبنة الكريمي، هنحط كل الحاجات دي مع بعض في الخلاط، والكريمة واللبن المكثف المحلى، وعندنا دول الاول هنخفقهم مع بعض، بعدين هنضيف لهم البسكوت علشان يبقى عندي كده خليط نوعا ما شوية تخين. ناخد الجبنة شوية بس كده، هندورها، نحط معاها الكريمة، ولازم تكون كريمة حلويات علشان تتخفق معانا. ازاي بنعرف؟ لازم يكون نسبة الدسم في الكريمة اكتر من 30%. اقل من 30% لا تصلح للخفق، اقل من 30% تصلح للطبخ. بس انا لو عايزه كريمه تتخفق وتبقى فومي معايا كده وتكبر، لازم تكون نسبه الدسم اعلى من 30%. وده السبب اللي بيخلي ناس تقول انا جبت الكريمه وخفقتها وما اتخفقتش معايا. ليه؟ لان نسبه الدسم اقل. فلازم تقروا التعليمات اللي على العبوه، المعلومات اللي على العبوه، وتتاكدوا ان نسبه الدسم مثلا 35% كده، بتبقى مناسبه جدا انها تديكوا النتيجه اللي انتوا عايزينها في الخفق. هنحط بقى دلوقتي اللبن المكثف المحلى.
طيب هناخد الخليط ده بقى اللي عندنا، هو بيبقى شويه بس خلينا نخفقه كمان شويه. نجيب سباتولا. طيب الخليط ده هنضيف له بسكوت، هو بيبقى شويه زي ما انتم شايفين كده طري، بس لما بنضيف له البسكوت اللي عندنا على طول بيمسك نفسه، فعشان كده احنا هنحط له بسكوت للطعم وللقوام. دول 3 كوبايات مش 2، تمام؟ فاحنا هنقلب لغايه ما نشوف اذا اتماسك ب2. اوكي هنحط له لغايه ما الاقي كده القوام بقى كويس. احنا كده حاطين تقريبا حاطين 2 إلا ربع، يعني هما يمكن ياخدوا 3 كوبايات. خلينا في 3 كوبايات احسن. تمام كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ كده القوام ممتاز، شوفوا اهو. هنجيب دلوقتي الصينيه اللي هنستعملها اهي. هنجيب الشوكولاته او البسكوت السافويار زي ما قلنا اللي انتوا حابينه، وهنبطن بيه الجوانب بتاعه الكيكه اللي عند الصينيه اللي عندنا، بس هحط شويه كده تحت هنا وافردهم شويه، بيساعد ان ايه ان الكيكه ان الشوكولاته تمسك بعضها. طيب هفردها كده هنا، تمام، وبعدين هنبتدي نحط الشوكولاته بتاعتنا كده اهو بالشكل ده كده، ونحط نفضل بقى لغايه ما نكمل بقيه الصينيه كلها بالشوكولاته. ده اللي انا هعمله في الفاصل، فهنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا رصيت الشوكولاته داير ما يدور الصينيه بتاعتنا حوالين الصينيه، وهنحط دلوقتي شويه من الخليط بتاعنا وهنفرده. كده انا لما بفرده كمان بثبت الشوكولاته في مكانها. هناخد دلوقتي بقى شويه من الفواكه اللي عندنا، حطوا فواكه زي ما انتوا عايزين، اي فواكه شغاله. نحط اناناس ونحط فراوله، نحط خوخ، اللي انتوا عايزينه كله شغال اللي متوفر في البيت يعني. بس دايما بنحاول تكون ايه حاجات فواكه طريه، يعني كيوي مثلا، مانجا. اقطعها بس كده صغير نوعا ما، وناخد الفراولة كمان برضو صغير. وهنحشي، هنحط الكلام ده كله فوق الكريمة اللي عندنا اللي احنا حطيناها، ونرجع نغطيها تاني بطبقة تانية من الكريمة اللي عندنا، وبعدين ممكن نحط بقى فوق كريمة مخفوقة. ناخد بقى الفواكه اللي عملناها، كده اهو، ونحطها.
هنا اهو. اي نوع فواكه عندكم زي ما قلت لكم بيشغال. نرجع نحط كمان طبقة من الكريمة. الوصفة دي سريعة جدا زي ما انتوا شايفين، وبيطلع طعمها حلو قوي ولطيفة جدا في الحر كمان. يعني هي لطيفة في الحر وفي البرد، بس يعني كمان مع الجو اللي احنا فيه ده ممتازة. نفرد بقى بقية الخليط اللي عندنا وناخدها نحطها في التلاجة، لو مستعجلين بنحطها في الفريزر لغاية ما تجمد، وهي ما بتاخدش وقت كتير على فكرة. يعني في الفريزر ممكن نص ساعة بس وهتبقى تمام، أو في التلاجة برضو عايزالها بتاع ساعتين مثلا. خلاص كده تمام، كده خلصنا الوصفة بتاعت الكيكة. عايزة تخش بقى زي ما قلنا هنحطها في الفريزر عشان احنا وقتنا ضيق شوية. ندخل على الوصفة التالتة عشان انا عايزة اخلص بسرعة بسرعة، علشان ايه اخر فقرة اخر سيجمنت نقعد مع بعض ندردش شوية على الفيسبوك. اخر وصفة عندنا للنهاردة هي الواح الطاقة. دي حاجة كويسة جدا جدا. قبل ما نعملها خليني بس اخد جنين القمح والشوفاء. ييه ليه عملت كده؟ لاني خفت البيتزا كفاية عليها. طبعا هنطلع البيتزا وبعدين نكمل بقية الشغل. يعني لحقناها على اخر رمق. طيب هنخلي الفرن مفتوح عشان هحط دلوقتي دول. هنحط هنا جنين القمح والشوفان اللي عندنا هنحطه، وهنحط كمان اللوز. تمام، فاحنا كده حطينا الشوفان واللوز وجنين القمح على الصينية، وهدخلهم الفرن تقريبا 10 دقايق علشان يتحمر. اوكي يتشوي شوية. خلي النار مش عالية قوي علشان ما يتحرقوش. خلينا بقى نقرأ الوصفة. عايزين نص كوباية لوز حطيناها في الفرن، وعايزين نص كوباية عين جمل، ونص كوباية جنين قمح، نص كوباية شوفان، نص كوباية تمر، تلات ارباع كوباية زبيب، تلات ارباع كوباية مشمش مجفف، ربع كوب جوز هند، معلقة كبيرة كاكاو، ومعلقة صغيرة قرفة، ونص كوب عسل. تمام، كل الحاجات اللي عندنا دي احنا مش هنقطعها. ليه؟ لان انا هستنى لما اللي في الفرن يتشوي، وبعدين هنحطه كله هنا مع العسل، وهنشغل المكنه. فكل الحاجات اللي هي زي المشمش المجفف والتمر والحاجات دي بسرعه هتتعجن، يعني هتدي زي اما تتقطع هتلزق، هتخلي المواد بقيه المكونات تلتصق مع بعضها. تمام، فبس هقطعها قطعه خفيفه كده يا دوب بس نصين مش اكتر، وبعدين التمر كذلك. طبعا التمر مش عايزين عجوه، عايزين تمر عشان نحس بيه كده اكتر. طيب كل الفواكه المجففه دي اللي هي التمر والقرصيا والتين المجفف والحاجات دي كلها مفيدة جدا جدا جدا. الزبيب مفيد جدا جدا. احنا النهاردة حاطين تمر وحاطين المشمش المجفف، حاجات كتير مهمة وبتمد الجسم، غير يعني غير انها بتدينا طاقة كمان
بتمد الجسم بفيتامينات كتير جدا. انا هحط كل الحاجات اللي عندي هنا في الخلاط كله كله، وكمان لو عايزين يعني انا ما حطيتش الجوز هند لان كل ده هيدخل الفرن تاني، وهنحط الكاكاو، هجيب اللي في الفرن، الشوفان طبعا لازم يتحمص عشان كده حطيته، تمام خلاص كفايه كده. كده لونه كويس قوي بسرعه على طول، لازم عينكم عليه على طول لان الشوفان وجنين القمح بسرعه. شايفين يعني احنا ما لحقناش نحطه خمس دقايق على بعض، شايفين لونه ممتاز ذهبي وجميل اهو زي ما انتم شايفين كده. هناخده بقى نحطه هو كمان هنا، وكل ده هنعمل ايه؟ هنخلطه مع العسل. تمام كده اهو كله بالراحه بس عشان ما يطلعش بره. اوكي هنحط بقى العسل، العسل طبعا معروف قد ايه مفيد. كل ده بقى هنخلطه مع بعض. بصة كده تمام كده ممتاز. عايزينه اكتر من كده بنقدر كمان نعمله اكتر. خلاص هناخده بقى زي ما هو كده وهنحطه في الصينية بتاعتنا. لو الصينية اكبر زي ما حصل معايا دلوقتي هقول لكم بنفرد على قد الكمية اللي عندنا وخلاص. طبعا احنا كمان الكاكاو ما قلناش ان هو شوكولاتة غامقة، طبعا الشوكولاتة الخام دي برضو مفيدة جدا. فيعني الوصفة دي غنية غنية غنية، وصفة يعني ممتازة. هنفرد الخليط بتاعنا، هنفرده لغاية ما أنا عايزة تخنه، يعني أنا عايزة تخنه مثلا قد كده. أنا مش هتقيد بالصينية، ماليش دعوة بالصينية، أنا ليا دعوة بالسمك اللي أنا عايزاه. فأنا عايزاه مثلا بالسمك كده، خلاص تمام كده. بجيب بس إيه سكينة أو حاجة بخليها تعمل لي الأطراف مظبوطة عشان لما أجي أقطع ما بقاش خسرانة أي شكل، يعني ده ما خسرش شكله. تمام بعد ما بفردها كويس وبكبسها كويس جدا علشان خاطر ما تفردش معايا لما اجي اطلعها، بجيب السكينة وبقطعها، بقطعها حسب ما انا عايزة حجمها مثلا كده، ونعمل كمان واحدة كده وبدخلها الفرن. تمام بتقعد في الفرن يعني من 10 ل 12 دقيقة، مش أكتر من كده أبداً، وعلى درجة حرارة 170-180. وبعد ما بتطلع تقدروا تقدموها عادي أو تقدروا تقدموها زي ما احنا عاملينها كده. شوفوا ازاي شكلها حلو، بنشوفها بعد الفاصل مع بعض. خلينا نطلع دلوقتي فاصل وبنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفات. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل.
دلوقتي عملنا ايه؟ حطيت بس شويه كريمه كده على وش الكيكه زي ما انتم شايفين، وربطناها بشريطه، وهنحط لها شويه الاناناس دول كده في النص. كده تبقى خلصت عندنا. صراحة الفراولة فروزن، فهي طعمها هيكون لطيف، بس شكلها مش هيبقى لطيف ان انا احطها على الوش، ممكن احطها في الحشوة بس، فانا مش عايزة احط فراولة برة الا لو كانت الفراولة طازة، مش طازة مش هحطها. كده نبقى خلصنا الوصفات بتاعتنا. البارز دول يعني رائعين، اعملوهم للولاد كتير هيستفيدوا منها، جسمهم هيستفيد منها، وكمان طعمها لطيف، يعني مش بس هيحبوا طعمها، لا هيستفيدوا من طعمها، وكمان هيستفيدوا قصدي من الفيتامينات اللي فيها، وكمان طعمها لطيف مش هيتضايقوا منه ابدا. خلينا نطلع البيتزا. نتاكد بس انه كله باكك. تمام، يلا نحطها هنا ونفتحها. وممكن كمان نقطع لكم منها حتة. بسم الله. هي سخنة مش عارفة اتحكم فيها. سخنة سخنة سخنة. استنى، لا لازم اهي طلعت، الفها لك كده كده اهي. جبنا بقى. لا طيب معانا دقيقة يا طمان، بس نقرا بس كده كومنتات على السريع عشان كل اللي اشتركوا معانا. حمزة خضيري بيقول لماذا لا تطرقين للحلويات المغربية؟ بالعكس، احنا عملنا حلويات مغربية، والحلويات المغربية معروفة. بهية قاسم ورشا سعيد وحمزة خضيري قلنا، وسوسن السيد حبيبة قلبي، ندى إبراهيم حاضر، وياسر وصفة العشر دقايق احنا قلناها كتير، بس بكرة ان شاء الله برجع بقولها تاني. ريان سعد وابو احمد واماني فريد مرقص، ربنا يخليكي، وقلبي لربي، ربنا يخليكي. يارا عبد الحميد، بكره هنقولها طريقه العشر دقايق من عينيا. ومحمد هاشم، احنا عملنا النهارده التورته ان شاء الله تكون عجبتك. واسلام عطيه، شكرا ربنا يخليك وشكرا. منى عازر واسماء اسماء وصفاء عبده، شكرا جدا، والحياه حلوه من ليبيا، سلامنا ليكي ولكل حبايبنا في ليبيا. سيلا محمد ومرتضى محمد، شكرا، ولا مرتضى ومحمد، وسينيوريتا سينيوريتا شكرا، ربنا يخليكي، وام امنيه شكرا. صراحه جات كومنتات كتير قوي، بس النهارده كانت الوصفات اخذت وقت شويه، بكره الوصفات اقل، فان شاء الله بكره هنقرا كومنتات اكتر. استنوني بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد، هكون معاكم برضو لايف بإذن الله. بتمنى تكون الوصفات بتاعتنا النهاردة عجبتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة، وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.